بناء على توجيهات صاحب الجلاله ملك البلاد المعظم الرئيس الفخري للمؤسسه الملكيه للاعمال الانسانيه بتقديم مساعدات الدعم والعون والمساعده للاشقاء الفلسطينيين في غزه لمساعدتهم في محنتهم والتخفيف من المصاب الاليم الذي يمرون به ودعوه سمو الشيخ ناصر بن حمد ال خليفه ممثل جلاله الملك للاعمال الانسانيه وشؤون الشباب للمواطنين والمقيمين بفتح باب التبرع ومنح شرف المساهمه للجميع في دعم الاشقاء الفلسطينيين نظمت اللجنه البحرينيه الوطنيه لدعم ومناصره الشعب الفلسطيني في غزه حمله جمع تبرعات بعنوان يوم التضامن مع اهالينا في غزه. نحن معكم هذا وقد بلغ اجمالي تبرعات مملكه البحرين في حمله يوم التضامن مع اهالينا في غزه نحن معكم والتي بثت على الهواء مباشره عبر شاشه تلفزيون البحرين عصر اليوم الجمعه اكثر من سته ملايين دينار بحريني